صحة وأسعد حال. من الحبايب متابعينا هنا على قناة اليوتيوب سألني سؤال بخصوص حرقة البول، فأنا هجاوبه في هذا الفيديو. السؤال وإجابته، هنشوف السؤال وهنشوف إيه إجابة. السلام عليكم، ممكن يا دكتور الإفادة في احتقان في البول وفي آخر البول في حاجة عايزة تنزل، ثم تنزل حاجة لزجة أو غليظة وفتحة الشرج، يعني حاجة تانية بيتكلم عنها، بيقول فتحة الشرج كمان فيها حكة وتعب في جسمي ومفاصل جسمي ونسيان. عايز الإجابة، عايز تفسير ليه عنده حرقة في البول وليه في حكة في الشرج وإيه الحاجة اللزجة اللي عايزة تنزل في نهاية البول هذه. كل واحد بيحط سؤال في الموقع أو في على اليوتيوب، ما بيراعيش إن إحنا أونلاين وما بيحطش تفاصيل كافية. يعني أنت لما بتروح لدكتور وبتقف قصاد الدكتور بيشوفك وبيشوف وزنك وبيشوف طولك وبيسألك عن سنك وعن حالتك الاجتماعية، متزوج ولا لا، أو عن عملك، وبيشوف كل حاجة قبل ما يقدر يقرر ايه المشكلة، وبيعمل لك تحاليل وفحوصات على الانترنت. مجرد جملة عندي حرقان في البول، طب حرقان البول ليه اسباب كتيرة جدا. نتوقف على المعلومات اللي بيبعتها المريض، نقدر نحدد السبب الاقرب، لكن كده الاجابة بتاعتنا هتبقى عايمة. حرقان البول بصفة عامة اي التهابات البول، يا اما من اول المثانة لحد المجاري البولية ممكن تعمل حرقان في البول. التهابات البول والتهابات المجاري البولية UTI أو Urinary Tract Infection، الأمراض التناسلية الانتقالية كتير منها بيعمل حرقان في البول. السيلان، سيان كان السبب جونوريا أو كلاميديا أو الاتنين مشتركين مع بعض، وفي الغالب بيبقوا الاتنين موجودين مع بعض. دول أشهر أسباب لحرقان البول. ممكن البول نفسه يكون فيه أملاح، فطبعا بنحتاج تحليل بول عشان يا ترى في أملاح، في كريستالات، بنشوف برضه في تحليل البول في صديد وهكذا. هو أخونا منزل السؤال تحت فيديو علاج السيلان، يعني هو يمكن يكون سمع الفيديو الآن من مرض السيلان. مرض السيلان لما ممكن يجي صحيح فيه حرقان في البول، بس ممكن في الغالب يكون معاه إفرازات، ولذلك اسمه العربي سيلان، يعني بيسيل الواحد على نفسه، ففي الغالب بيبقى فيه إفرازات، لكن مش شرط. بيبقى فيه حرقان في البول وفي إفرازات وفي ألم في منطقة الأعضاء التناسلية، وممكن برضو يكون في حاجة في الشرج، لأن في سيلان الشرج لما العدوى تنتقل إلى منطقة الشرج أو العدوى تيجي أساسا عند منطقة الشرج بيحصل التهابات في منطقة الشرج، وقد يحدث في باستيولز أو تقيحات لو فعلا الجرثومة تواجدت حوالين الشرج وفي منطقة الشرج وتكاثرت هناك. لكن وجود إفراز بعد البول فقط وليس قبل التبول أو ليس إفراز تلقائي بيخلينا ما نرجحش وجود السيلان. ده الحل بتاعه إنه هو يعمل تحليل بول شامل عشان نشوف هل في أملاح، هل في صديد، هل عنده أي مرض آخر من الأمراض اللي بيظهرها تحليل البول. حاجة تانية بيقدر يعمل مسحة من القضيب من هذا الإفراز اللي بينزل، يعني يروح المختبر ويتبول ويعصر يشوف إذا نزل منه إفراز بيتعمل منه مسحة، والمختبر بيفحصها عشان يشوف الجونوريا أو السيلان. الاختبار هو اسمه جرام ستين، بيتعمل عشان يبين لو الواحد عنده سيلان، بتبان جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي في الشريحة، هذه خلايا صبغتها جرام نيجاتيف بتظهر بلون البينك البامبا، وبتكون هذه الخلايا الجرثومية موجودة يا إما داخل النيوتروفيل، خلايا النيوتروفيل، أو ممكن تكون خارجها. ده التشخيص بتاع مرض السيلان بالمختبر. فصاحبنا أو صديقنا هذا ممكن اسمه حسين الشرقاوي حسب اليوتيوب يقدر يشوف التحليل عشان يطمئن. فيما عدا ذلك لحد ما يعمل التحاليل، علاجنا ليه او رأينا ان هو يشرب سوائل مية كتيرة، انه ياخد مطهر مجاري بولية. عندنا لو في مصر او السعودية في فورات زي الكولي يورينال او ما شابه، وان شاء الله ربنا يعافيه ويشافيه ويعافينا كلنا ويحمينا من جميع الامراض. وشكرا للسائل وشكرا لكم جميعا.